الافريقي، بنك الاستثمار الافريقي، ومع التمويل التنموي. تعتمد خطة التسويق لهذا المشروع على عدة محاور، أهمها هي المحور الأول التنسيق بين كافة وزارات الآثار والخارجية والتعاون الدولي في كل الدول الأفريقية من أجل استخدام شاشات العرض الكبيرة بالمتحف من أجل عرض الثقافات الداخلية لكل دولة، بالإضافة إلى تعاون مع شركات السياحة بكافة الدول الأفريقية من أجل جذب المزيد من الزوار لهذا المتحف، وبالإضافة كمان عمل فيديو قصير يتم عرضه بجميع الفنادق داخل الدول الأفريقية من أجل الترويج لفكرة المتحف ومن ثم جذب المزيد من الزائرين. الاستفادة من هذه الخطة أولا في المقام الأول انتعاش هزيمة الدولة المقام على أرضها هذا المشروع ومن ثم انتعاش باقي خزائن الدول الأفريقية، وأيضا رفع المستوى الثقافي والفكري والفني لدى مفتشي آثار الدول الأفريقية والدعاية الإيجابية لشركات السياحة الأفريقية، بالإضافة إلى استعادة عدد كبير من العمالة في المجال السياحي. أما بالنسبة لخطة التطوير